لازم ابعت رسالة لأشكي أو خليها لبكرة. ايه مين هون؟ اشكي؟ شو عم تعملي هون؟ انتي طلعتي من فوق الحيط؟ نطيتي؟ اكيد. شو عم تعملي هون؟ عادي اجيت لشوفك، لأنه هيك بيعملوا الشباب بالعادة. بتقومي بتجي لهون؟ لأنه أنت بعمرك ما حتجي. يا سيد 1921 قول مرحبا لجيل 2021. ماشي، لهيك أنت هون يعني مشان تعملي مثل الشباب لتحسي بالرومانسية. يلا تعالي. شو؟ كنتي وقعتي. ما رح تخليني انقذها؟ أكيد. ليش عم تسألي؟ ما بتوثقي فيني؟ مو ثقة عمياء، بس بوثق فيك، لأنه اللي عملته اليوم ما حدا عمله من قبل أبدا، لا كرمالي ولا كرمال خالتي. هي خالتي كمان، وانتي عملتي كثير كرمال سونو. لغيتي عرسك من مايانك وبطلتي من شغلك، مو صح؟ وبالمقابل مشان خالتي انا بقدر خانق مدام سارلا. شو صار لك؟ ما في شيء، بس تذكرت انه هداك الند المايانك لساته لهلا حر وهربان. اشكي وحياتك للاقيه وخليه يتعاقب كمان، لا تاكليها. هذا التافه، لما بلاقي رح ضل اضربه لحتى يموت. انا رح خليه يركض من محطه اجميري للمطار الدولي. اشكي انا بدي احاسبه بايدي. روقي شوي، خلص قعدي شوي. انت رح تضلك عدوانيه حتى بعد الزواج؟ المدام اشكي رح تكون كثير خطيره. انا مو مصدق انك احمريتي خجل لما سمعتي عن الزواج. شو يعني انت مفكر انه انا ما بخجل؟ انا اصلا بنت خجوله كثير. ايه صدقتك كثير. عم اقول لك الحقيقه، ليك صاحب قاتل لحتى أوصل وأخذ كرسي بالباص، بس لما بأخذ كرسي بقعد بمكاني وبسكت، ما بحكي مع أي حدا أبداً. أنا ما عم صدق إشكي إنه هالشي عن جد عم بيصير. برأيك نحن مستعجلين شي؟ ما بعرف. طيب شو رأيك نجرب؟ منقدر نجرب؟ إيه؟ آسف يعني لوقت ما أتعلم على وضع أخي أهان الجديد وأتعلم دق الباب الأول بدي شوية وقت. خلص أنتوا خذوا راحتكم، كفوا. أخي أنت رح تتزوج بعد كم يوم، لازم يكون عندك صبر يا أخي. انت لوين رايح؟ حطن هون. انت لازم تنتبه، كارتيك وريتو وين راحوا هلا؟ المراسم رح تبدا.
ريا، أنا عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك على اللي عملتي. ما بدي تشكريني فوراً إشكي. شو قصدك؟ فيكي تشكريني بعد ما تتزوجي فعلاً. أنا عن جد ما كان بدي أخذ مكانك. هو ما كان مكاني من الأول. ومع هيك شكراً إليك. موفقة بحياتك. يلا بسرعة. لو سمحتوا مين إشكي هون؟ سونو؟ هن ليش إجوا لهون؟ شو اللي صار؟ ما بعرف. تفضل، أنا بكون إشكي. نحن هون إجينا لنخبرك إنه الشكوى اللي قدمتيها ضد الشاب مايانك لأن هو هاجمك أنتي وحاول إنه يعتدي على الأنسة سونان. بدي خبرك إنه بلشنا بالتحقيقات هلأ. إذا أنا خبرت حدا عن هذا الموضوع وقت زواجي حيلتغى عليك. معقول الست سارلا تقبل سونالك إني إله؟ إذا عرفت هالشي هي رح ترجع فورا. إذا أمك اكتشفت هالشي هي رح ترمي سونالي برا البيت. انت لازم تمرقي لعنا على مركز الشرطه باي وقت بنطلبك فيه. ماما؟ عن جد ما يانك اعتدى على سونالي؟ لك معقول انتو خبيتوا عنا شيء خطير مثل هاد؟ ست سارلا، ما صار شيء من هاد. انت سونو، انت حدا تاني لمسك قبل راح. ماما ماما بترجاكي اسمعيني. لك شو بدي اسمع؟ قديش لسه لازم اسمع؟ بس استنى وشوف انا شو رح اعمل. ست سارلا. امي استني. امي يا ربي هلا اهان رح يفهمني غلط مره ثانيه. بعد اللي صار اهان رح يلغي ارتباطه بإشكي على الاكيد. انت غلطتي لما دخلتي مشكله حفيدتي بيناتكم يا ريا. سونو ما رح يصير شيء. انا رح احكي. خلاص رح احكي مع الست سارلا. ما بقى تبكي اخي. انا كنت مخبية هذا الموضوع وضل بيننا انا وراج، بس كيف صار كل هاد؟ ليش إشكي عملت كل هالشي معي؟ أنا متأكدة إنه في شي غلط بالموضوع. شو صار؟ ست سارة لزعجتك؟ أنا آسفة كتير سونالي، أنا حاسة بوجعي. أنا لسه ما عم أفهم إشكي ليش لحتى تعمل هذا الشيء؟ وليش أنت خليتها تعمل هيك؟ أنا متأكدة يا ستي إنه أهان ما بيعرف بكل اللي صار. لو كان بيعرف أكيد ما كان سمح لها أبداً. يعني تصرفت بلا ما تخبرك؟ عملت كل هذا الشيء من ورا ظهرك؟ أنا قبلت وجودها هون بسببك. أنا كنت عم حاول حقق رغبتك، بس أنت قلي هي ليش عملت هالشيء؟ ماما أنت كيف هيك بتعملي مع مرتي؟ راسو لا؟ ولك لا بقى تقول مرتي عليها، ما بدي أسمع هالكلمة هون مرة تانية. سد بوزك بقى. هي البنت العايبة مستحيل إنه تكون كنتي، وهذا قرار نهائي. شو بده يصير؟ كيف بدنا نحافظ على زواج أختك ابني؟ ستي أهان ما رح يسمح إنه يصير شيء شو ما كان اللي عملته. أهان رح يصلح كل شيء. شوفي أنا بس تذكرت إنه مايانك
لساته هربان وما تحاسب. اشكي وينها؟ وين اشكي؟ كارتيك، انا ما عملت اي شيء، كل هاد بس طبعا حدا تاني عمل هيك، هالشي واضح اكيد مو انتي. بس مين اللي عمل هذا التصرف؟ وليش الشرطة ذكرت اسمك انتي؟ انا ما عم افهم مين هو هالشخص وشو رح يستفاد من تدمير علاقة سونالي وراج ويخرب زواجهم كمان. مايانك، مايانك، لا بس مايانك مستحيل يقدم شكوى ضد حاله، هو صح حقير بس مو مجنون. رح نعرفه مين ما كان اللي عمل هيك. انا ما رح اسكت له وما رح ارحمه ابدا، بس السؤال لسه نفسه هلا، مين اللي عمل كل هالشي؟ ليش ليكون في حدا بده يدمر زواج سونو؟ او ممكن يكون ما بده يدمر علاقة راج وسونالي، الهدف انه يدمر علاقتي بإهان. شو قصدي؟ بقصد انه هن استخدموا سونالي بس هي ما كانت الهدف، حدا بده يخلق خلاف بيني انا وبين إهان لنفترق عن بعض. هذا الشيء مبين غريب كتير، بس هو ممكن. ايه بالضبط، إهان هلا بيكون معصب مني كتير، هو ما رح يسامحني بعد كل اللي صار مع سونالي هلا. سيد فيرين، هو أكيد عنده جواب لكل هذا الشيء. إيه، وعلاقاته قوية. اسمعي، أنت تعاملي مع أخي إهان واتركي الباقي للعميل السري كي إم. مين كي إم؟ شو بك، هذا اسمي أنا، يعني كارتيك مالهوترا ما أنه مناسب لهي العملية، لهيك أنا العميل السري كي إم. أنت نسيت حدودك وتعاملت معي بطريقة كتير سيئة راج. هنن حتى بهاي القصة خدعوني، هاي البنت سمعتها مو منيحة وعايبة ولا زوى فيك. نحن كيف بدنا نقدر نهديها؟ سونو، ما في قوة بالأرض بتقنعني إنك واحد مو أعمى وما أنا قادر تشوف أي شيء قدامك. ماما، أنا ما بقدر أسمع أي شيء سيء بحق سونالي، عم تفهمي علي؟ هي آخر مرة بخليكي تحكي عنها هيك. ما يانج بعد ما عملته فرك وراح. أمي خلاص، حديثك معي بهي الطريقة وبصوت عالي هيك ما رح يغير شيء من الحقيقة يا راج. سونو، أنا ما بعرف كيف صار كل هالشي، بس أنا ما حكيت شيء، أنت بتعرفي منيح أنا مستحيل أعمل هيك شيء. لكن ليش الشرطة ذكرت اسمك؟ شافوكي بالمنام يعني؟ أكيد أنت اللي قدمتي الشكوى. أنا ما قدمت شيء. بلا، أنت اللي قدمتي الشكوى ودمرتي حياة حفيدتي سونو. ستي، أنا ما قدمت أي شكوى، أنا بحلف لك بروح أمي، ومو هو الشيء المهم هلأ، المهم إنه نحكي مع الست سار لوراج لحتى ننقذ زواج سونالي بسرعة. كيف بدنا نحكي؟ طلعتنا وسكرت الباب بوشنا، كان لازم تفكري قبل ما تعملي هالشي، العيلة، السمعة، والكرامة، كله صار على المحك هلأ. وشو ممكن إنه نتوقع من بنت مثلك؟ أنتي ما عندك عيلة، لهيك كيف بدك تعرفي أهمية العيلة؟ انتي بتصدقي اني بخرب سمعة هاي العيلة بعد ما خربت حياتي مشانها؟ انتي عن جد بتصدقي اني ممكن شوه سمعة هاي العيلة او اني ضركن بشي؟ ليش؟ سمعتيها؟ هي عم تعد محاسنها هلأ، هي عم تلومنا بدال ما تعترف بغلطها. اشكي مو غلطاني ابدا يا ستي. لو هي مو مقدرة العيلة وسمعت العيلة ما كانت ضلت ساكتة ست شهور. هيك ولسه ما كان إلها علاقة مع العيلة، ومع هيك هي لغت ارتباطها مع مايانك، هي تركت شغلة وبيتها، هي تحملت كرهي وتحملت بهاد الإله. ليش؟ بس مشان أختي سونا ومشان سمعت العيلة. هي دعمت سونا وساعدتها لما كان أخوها بعيد عنا، ولما ما كانت ستة معها كمان. نحن عرفنا عن ندالة مايانك بسببها، هي أذت راسها وانجرحت بسبب مايانك. البنت اللي خاطرت بحياتها ليش عم تحاول تخرب زواج سونو هلأ؟
هذا الشيء واضح إشكي أكيد مو غلطانة. أنت معك حق أهان، بس سمعت الشرطي شو قال صح؟ مرت عمي في معنا وقت كتير لنعرف مين عمل هيك. هلأ كل شيء بهمنا بهذا الوقت أنه نحكي مع الست سارلا ونصلح كل شيء صار. أنا ما بكيت لما صرخت علي، على قد ما بكيت لأنك واثق فيه. شكراً لك لأنك صدقتني وما كنت قاسي اليوم. هاي البنت أكيد عاملة شي سحر لآهان، هو دائماً بفكر بإشكي وبيدافع عنا كل الوقت. ما في طريقة لنقول أي شي ضد إشكي قدامه أبداً. حبيبتك إشكي رائعة مو هيك؟ يلا اسألها هي كيف بدها تلاقي حل وتعالج هذا الموضوع. عود الإبر هون مع مرتك العايبة، أنا ما بقى فيني يضل هون ولا دقيقة. ماما حاولي تتفهمي، بترجاكي اهدي شوي. ما في شي لحتى أفهمه. ماما ما فيني اتحمل شوفت خليتها لهالعايبة. ماما لا تعملي هيك، ماما بترجاكي وقفي. ماما ماما ست ماما استني شوي، اسمعيني ماما اسمعيني شوي. اسمعيني اسمعيني يا ست سارلا. بترجاكي ست سارلا. ماما بترجاكي ست سارلا. ست سارلا بس مرة رجعي خليني احكي شوي. اسمعيني شوي. ماما بترجاكي ست سارلا. ما بيصير هيك ست سارلا. يا ست سارلا اذا بتريدي لو سمحتي خلينا نقعد ونحكي شوي. لا تنسوا انكم خدعتوني واهنتوني بما فيه الكفاية. هاي العلاقة انتهت ميات عندي، لا هي بتكون كنتي ولا أنا بكون حماتها من يوم ورايح. خلينا نقعد ونحكي شوي، روق شوي وخلينا نتفاهم. احكي لك شي كلمة. انتي خلصتيها؟ أو بدك تكملي فيها؟ شو هي؟ التمثيلية. مفكرتيني عم مثل؟ ليش انتي بتعرفي شو صار لي؟ شو صار لك؟ قلي لي شو اللي صار معك. انت كيف بتعتبري حالك الضحية بالقصة؟ خبريني. هن نخبوا عني هيك سر كبير؟ وليش هن نعملوا هالشي ست سارلا؟ شو بيعرفني انا؟ انت من جنوب دلهي وبتحضري القنوات الأجنبية وبتاكلي البروكلي كمان وعندك جهاز رياضة بغرفتك، معناها انت حماية عصرية. ايه اكيد. انت بتعتبري كنتك كأنها بنتك؟ ايه. لكان ليش عم تتصرفي بهي الطريقة؟ وشو لازم اتصرف؟ مثل ما لازم تتصرفي اذا كانت سونو بنتك الحقيقية مو كنتك. كنتي عملتي هيك لو انها بنتك؟ كنتي فكرتي بحالك بس ونسيتي الباقي؟ لا تتجرأي وتحكي. يا عمتي اسفة اني خبرك انه اكل البروكلي ومتابعة البرامج الاجنبية وجود جهاز رياضة بغرفتك ما بيخلوكي حماية عصرية. الحماية بتصير عصرية لما بتعامل كنتها كأنها بنتها. بس انتي مو قادرة تعملي هالشي. شو نفع متابعة البرامج؟ كل شي على الفاضي صح؟ ايه صحيح. كتير سهل انه نحنا نحكي كلام كبير مثل هاد، بس لما الموضوع بيوصل لابني وقتها ما فيني فكر شو الصح وشو الغلط. الطبيعي انه الام تهتم بابنها، فهمتي؟ لما ابوه لمايانك اكتشف حقيقة ابنه اهتم وفكر شو الصح وشو الغلط. هو كان بده يطلب الشرطة ليجوا يعتقلوا ابنه. بتمنى لو انه يفيق من الغيبوبة. وقتها انا رح خليكي تحكي معه، يمكن وقتها أنت رح تفهمي شو مفهوم الصح والغلط عن جد. بس يا عمتي أنت شو عملتي لما عرفتي الحقيقة؟ أنت عصبتي على سونو وبهدلتي العلاج، أنت عصبتي على عائلة سونو وعصبتي على الكل. ممكن تحاسبي أي حدا، بياع الحليب، جارك، جارتك، وأي حدا، بس أنت ما رح تعملي شي للشخص المسؤول عن كل هالشي. ميان كل وسخ. بس بسببك أنت، بس بسببك أنت هو حر طليق هلأ كرمالك. مجرد التفكير بهذا الشيء لازم يخليكي تكتشفي الحقيقة. وقتها رح تشعري بالسوق، انتي رح تعصبي وما رح تدعميه على الشيء اللي عمله. ما حدا قدم اي شكوى ضد مايانك، وبدل ما تكوني معصبة منه قاعدة عم تعصبي على الكل ما عدا. انا رح اقول لك شيء، اشكي معها حق بكل كلمة قالتها. اشكي تعالي معي. لا اهان، اليوم انا بدي احكي وعمتي سارلا بدها تسمعني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.